أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية أيها الإخوة، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، هي الآية الثانية في السورة التي افتتحت بلفظ الجلالة، وهي أربع آيات كلها في إظهار دلائل أن التصرف لله وحده لا شريك له، وأن تصريف الكون كله بأمره سبحانه وتعالى، وأحوال الخلق كلها بحكمه وقدرته ومشيئته. فقال الله تعالى هنا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هذا التحول والتصرف والاختلاف كله بأمر الله عز وجل، ولذلك افتتحها بلفظ الجلالة ليدل على أنه هو صاحب الأمر في ذلك، وأنه صاحب القدرة، وأن مرجع ذلك إليه سبحانه وتعالى. قال: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ كلا، ليس من شركائهم من يحيي ولا يزعمون ذلك، وليس من شركائهم من يرزق، وليس من شركائهم من يميت، وليس من شركائهم من يحيي بعد الموت. إذن فما بقي لشركائهم؟ لم يبق لهم شيء، فالأمر كله لله عز وجل في تصريف الأمر. من ذلك سبحانه وتعالى ما يشركون. إذن يتنزه الله عن أن يكون له شريك في ذلك، ما دمتم أقررتم بأنه ليس للشركاء شيء من هذه الأمور الأربعة التي هي أصول الخلق، فماذا بقي لهم بعد ذلك؟ قال الله تعالى بعد ذلك: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الآية تبين لنا عاقبة شركهم، وأن إشراكهم بالله عز وجل كان سبباً في ظهور الفساد في الأرض بسبب إشراكهم. فقال: ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد هنا يحتمل معنيين: المعنى الأول الفساد الكوني بفساد الزروع والثمار والحوادث والأحوال التي يقدرها الله عز وجل. ظهر الفساد في البر بموت الزروع وانقطاع المياه أو نحو ذلك، وفي البحر أيضا بموت الحيتان ويعني ما جفاف الأنهار ونحو ذلك. هذا الفساد الذي يحصل والتغير الذي يكون سببه بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس أي بسبب ما كسبوه من الشرك بالله ومعصيته ومخالفة أمره. فمن كدر عليه ليذيقهم بعض الذي عملوا أي جزاء أعمالهم لعلهم يرجعون. فإن الإنسان المؤمن المتبصر إذا أصيب بمصيبة رجع إلى الله وتأمل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا ابتلي البلاء رأى أن ذلك من ذنوبه فرجع إلى الله، كأن ذلك إشارات تحذير له فيما يصيبه هذا المؤمن. أما الكافر فلا يبعثه ذلك على رجوع ولا إيمان ولا عقل ولا إدراك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: ظهر الفساد الذي هو الشرك والمعاصي، وانتشرت، إنما انتشرت وظهرت في الأرض بسبب ما بما كسبت أيدي الناس
أي بفعلهم وسعيهم ونشرهم للشرك والفاحشة والبدعة والضلالة والمعصية. الانتشار هذا إنما هو بسبب كسبهم وسعيهم. هذا المعنى الثاني، وإن كان المعنى الأول أظهر، قال ليذيقهم بعض الذي عملوا بالجزاء لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل. في الآية في المعنى الثاني إشكال، في الآية في المعنى الثاني إشكال، وهو قوله لعلهم يرجعون، لكن النظر الذي عليه عامة السلف هو المعنى الأول، وهو أن ظهور أن الفساد هنا فساد الفساد الكوني بما يحدثه الله عز وجل في الأرض. ولا يمنع، لا يمنع الأمر، لكنه المعنى الثاني فيه إشكال في معنى الآية في ختامها. قال الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الله سبحانه وتعالى هنا يأمرهم بأن يسيروا في الأرض لينظروا كيف كانت عاقبة المفسدين، وأنهم أهلكهم الله عز وجل بسبب إشراكهم، لعل ذلك يكون السبب في رجوعهم لعلهم يرجعون. فكأن الله تعالى ذكر لهم سبيلا إلى الرجوع، وهو مسيرهم في الأرض لينظروا هنا وهناك في الأمم السابقة التي أهلكها الله بسبب إشراكهم. قال الله تعالى عودا للسياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين فأقم وجهك للدين القيم، هناك قال فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم وصفه الله تعالى هنا بالقيم، تأكيد على أن القيام بهذا الأمر هو سبب قيام أحوال الناس وصلاح معاشهم واستقامة أمورهم. قال الله للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، كأن الله تعالى يبين أن قيام هذا الدين سبب أيضا لقيام أمر وصلاح الناس في الآخرة، فإن قيامهم بأمر الله عز وجل هو سبب لنجاتهم في الآخرة، وتأكيد بأنه لا نجاة في ذلك اليوم الذي لا مرد له من الله إلا بإقامة دين الله عز وجل والاستقامة على طاعته. قال الله تعالى يومئذ من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. هذه الآية تحتمل معنيان، المعنى الأول أن اليوم الذي لا مرد له من الله هو يوم في الآخرة، وهذا ظاهر في الآية. المعنى الثاني هو يوم إهلاكهم، وفي هذه الآية ما يشير إلى غزوة بدر، هذه الآية الخامسة. قال من قبل أن يأتي يومئذ لا مرد له من الله، يعني إذا جاء هلاكهم وأخذهم فلن يردهم عن ذلك رد، فهو إشارة إلى أخذ الله لهم. يومئذ يصدعون، وهذا في الآخرة ظاهر، لأن قال يومئذ فهو أقرب إلى الآخرة. يصدعون يعني يتصدعون، يعني يتفرقون، يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير، ويتفرق أمرهم. من كفر هذا تفرقهم وتصدعهم، من تصدع الجدار وتفرقه، من كفر فعليه كفره، أي أن من كفر في الدنيا فإن في الآخرة كفره عليه، وهذا جامع، معنى جامع، فعليه كفره في جزائه وعقابه، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ما معنى لأنفسهم يمهدون؟ ما معنى لأنفسهم يمهدون؟ يهيئون، يعني من عمل صالحا، من عمل صالحا فلأنفسهم يهيئون استقرارهم في الآخرة في بالجنة، يهيئون مكانهم بأنفسهم بعملهم الصالح. وأيضا يدخل في ذلك حال الدنيا وجزائها، فإن من عمل صالحا فإنه يهيئ لنفسه الحياة المستقيمة،
والراحة التي يمهد لها براحة واستقرار. فهذه الآية من الآيات التي تدل على أن الإيمان والعمل الصالح سبب للراحة والاستقرار، وأن الإنسان بعمله الصالح يبعث ذلك على مهده وراحته واستقراره في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أكد مرة أخرى بجزاء المؤمنين مع أنه ذكرهم قبل ذلك، لكنه من باب إكرام أهل الإيمان وتشويقهم إلى ذلك وبعثهم عليه بيّن فضلهم وجزاءهم. قال قدمهم في الجزاء هنا، قال: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. وأي شيء يريدونه إلا فضل الله الواسع سبحانه وتعالى. وفضل الله عظيم، إذا أتاك فضل الله فليس لك بعد ذلك من أمر تريده، فإن فضل الله عظيم كريم سبحانه وتعالى، واسع الفضل والعطاء. ثم قال في ختام في حال الكافرين: إنه لا يحب الكافرين. وإذا كان الله لا يحب الإنسان فأي سعادة سيسعدها، وأي حياة سيعيشها، وأي جزاء سيلقاه عند الله إلا الشقاء والغضب من ربه واللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل عياذا بالله. فكفى جزاء للكافرين أن الله لا يحبهم، كفى. وكفى المؤمنين أن الله يعطيهم من فضله ويسع لهم سبحانه وتعالى. ما أعظم هذه الآية وأوجزها في بيان جزاء الفريقين. قال الله تعالى بعد ذلك عودا على إعادة بيان تصريف الله للأمور التي هي سياق السورة وقيامها، قال: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. يرسل الرياح سبحانه وتعالى للناس تبشرهم بالرزق الذي تحمله هذه الرياح بسوقها للسحاب. وليذيقكم من رحمته، وهو المطر والماء، ولتجري الفلك بأمره التي فيها أرزاقكم وتحمل لكم الأرزاق، ولتبتغوا من فضله بالبيع والشراء وطلب الرزق، ولعلكم تشكرون. أي هذه الأمور كلها التي سخرها الله لكم كلها من أجل شكر الله عز وجل على نعمته واستغلالها واستثمارها وصرفها في طاعته. قال الله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. كأن في ذلك تذكير وتخويف، تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله معك وناصرك كما نصر عباده المرسلين من قبل، وفيه تخويف وتهديد للكافرين المكذبين بأن الله مهلكهم كما أهلك المجرمين من قبل فانتقمنا من الذين أجرموا. ثم قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كان حقا علينا نصر المؤمنين. وهذه هي الآية السادسة من الآيات التي فيها دلالة على نصرة الله لعباده، ومنها نصرته في بدر، فإن الله عز وجل ذكر فيها رسوله ثم وعده بالنصر، قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ففيها تهديد للكافرين بالانتقام وتطمين للمؤمنين بالنصر المبين. قال الله عز وجل في الآية الثالثة التي افتتحت بلفظ الجلالة وفيها دلائل على قدرته وتصرفه في الكون والأحوال والخلق، قال: الله الذي يرسل الرياح. يرسل الرياح لماذا؟ قال: فتثير سحابها. والإثارة ليست هي التحريك، وإنما تقليبها وإثارتها تفريقها، فهي بمثل ما يعني تفرق الشيء بعد أن يصطدم به أمر أو شيء يعني يثيره. فتثير سحابا، قال الله: فيبسطه في السماء. هذا السحاب المتراكم المتجمد بعد أن
يرسل الرياح عليه فتثيره فيبسطه سبحانه وتعالى في السماء سحابة واحدة مبسوطة كيف يشاء سبحانه وتعالى، ويجعله كسفا. كيف يجعله كسفا؟ يعني قطعا، بعد أن يبسط في السماء يعود قطعا، هو قطعة واحدة. سبحان الله، أمر عجيب، قطعة واحدة يبسطه الله في السماء ثم تكون قطعة كسفا متفرق، قطعا متفرقة. فترى الودق، والودق هو المطر، يخرج من خلاله، يخرج من خلال هذا الكسف أو القطع أو الغمام، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. يبين الله عز وجل حالة البشر مع المطر، كيف أنهم يتعطشون له ويفرحون به ويستبشرون بنزوله. هذه حالة البشر التي تدل على حاجتهم إلى هذا الرزق وحاجتهم إلى الله عز وجل. قال: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. المبلس هو اليائس المنكسر، يائس منكسر، ليس في يائس منكسر، يعني ليس عنده شيء، وإنما هو قد أفلس فهو منكسر الحال. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، يعني يائسين منكسرين. فانظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى آثار هذه الرحمة التي نزلت فغيرت أحوال الناس. وهذا فيه إشارة إلى تصريف الله لأحوال الناس بهذه الأرزاق وهذه الأحوال. انظر، تغير الأحوال في الكون سبب في تغير أحوال البشر في طبائعهم ونفوسهم. هذا يدل على أن الله عز وجل هو الذي يغير الأحوال ويصرف الأمور، وبيده سبحانه وتعالى قلوب البشر وأحوالهم. قال الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله. ومن آثار رحمة الله قال: كيف يحيي الأرض بعد موتها. كيف يحيي الأرض بعد موتها، تموت فيتتغير إلى الحياة. كيف هذا التراب اليابس يا أخواني، الجامد الذي ليس فيه حراك، إذا به يتحرك من بينه يخرج ثمرا ونبتا وزرعا. إن هذا لمن أعظم آثار رحمة الله، ومن أعظم تصريف الله وتحويله سبحانه وتعالى للشيء الجامد إلى المتحرك. فهو سبحانه وتعالى هو الذي يصرف الأمور كيف يشاء، القاسي يجعله لينا. إن ذلك لمحيي الموتى. انظر إلى تكرر أيضا إعادة التأكيد على البعث بعد النشور بكل ما يمكن أن يأتي له شاهد يريده في موضعه، وهو على كل شيء قدير. ثم قال الله تعالى: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا. إيش اللي مصفر؟ الزرع بعد أن رأوه خضرا يانعا مثمرا، رأوه بالريح التي سلطت عليه مصفرا، لظلوا من بعده يكفرون، يئسون، لا يلجؤون إلى الله عز وجل في ويستغفرون الله ويتوبون إليه ويرجعون إليه. فإن قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا ينفع معهم أي نقاش ولا بينة ولا حجة. قال: فإنك لا تسمع الموتى. الموتى المقصود به الذين لا تحركهم أي آية من آيات الله، ولا تسمع الصم المتكلمون، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. يعني أنت لا تسمع من كان ميتا منهم، ولا الصم الذين لا ينطقون. فأيا كان حالهم فإنهم مدبرين عنك، غير مبالين بدعوتك وتذكيرك وتوعدك وتحذيرك. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. أحوال ثلاثة في أحوالهم مختلفة. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. فالذي أيها الإخوة يتفكر في هذه الآيات ويجد آثارها ويعرف سبب القحط
وسبب الرحمة ويتفكر فيها ويزيده إيمانا ورجوعا إلى الله واستغفارا، هؤلاء هم المسلمون. وما إن تسمع من يؤمن إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ثم جاءت الآية الرابعة من الآيات التي افتتح الله تعالى بها، افتتحت بلفظ الجلالة الدالة على قدرته في تصريف الأمور سبحانه وتعالى وتغيرها. انظر إلى هذه الآية التي ختمت بالآيات الأربع، كيف يكون فيها تصريف البشر الإنسان نفسه. قال الله: الله الذي خلقكم من ضعف. كيف يكون الإنسان أول ما يخلق من ضعف؟ والمقصود من ضعف من خروجه ماء إلى كونه جنينا إلى كونه طفلا، كل ذلك ضعف، كل ذلك ضعف. ثم جعل من بعد ضعف قوة، وهو بناؤهم تكوينهم إلى أن يشبوا ويبلغوا سن الرشد والأشد إلى سن الأربعين. كل ذلك تغير من ضعف إلى قوة. ما الذي غير هذا الكائن من ضعيف ليس له شأن إلى أن يكون له شأن في الأرض إلا الله عز وجل؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، انتهى أمره. ضعفا بجسده وشيبا في علاماته وجسده. قال الله: يخلق ما يشاء، أي يصرف ما يشاء سبحانه وتعالى، ويخلق الإنسان حيث شاء وكيف فشاء سبحانه وتعالى وفي أي حال يريد. قال الله: وهو العليم القدير، العليم بأحوال البشر والخلق، والقدير عليهم بتصريفهم حيث شاء سبحانه وتعالى. والله ما أعظم هذه الآية والآيات أيها الأخوة في إيماننا بأن الأمر كله لله. ولذلك كل هذه الآيات أيها الأخوة كلها عقد في حلقة واحدة، هي لله الأمر من قبل ومن بعد. إيمان صادق جازم بأن الأمر كله لله، فلا يحرك في نفوسنا أي أمر في طلب الشيء من غيره، ولا أمر في اعتقاد أن غيره يحرك شيئا في الكون إلا بإذنه. إذا بلغنا هذه المرتبة بأننا نوقن يقينا بأنه ليس لأحد أن يصرف في الكون حركة إلا بإذن الله، فقد بلغنا مرتبة الإيمان واليقين بالله عز وجل. وفي ذلك أمر الرزق وتصريف الناس فيه، وأن الإنسان ليس لهم فيه أي شأن وقدرة إلا بإذن الله عز وجل، والنفع والضر وغير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة. هنا عاد السياق إلى تذكير بمآل الناس وكيف سيكون حال هؤلاء المشركين ومآلهم، وكيف سيكون خطابهم في الآخرة، ماذا سيكون حالهم وخطابهم في الآخرة. قال: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. عجيب والله حال هؤلاء المشركين، يعني كأنهم في الآخرة يظنون أن لهم شأن، فيعذرون لأنفسهم بأعذار واهية يضحك منها ويسخر منها أدنى عاقل. كيف يقولون؟ يقولون أن ما نحن صادقون في أننا لن نبعث، لأننا ما بقينا إلا ساعة من النهار، هذا ليس موتا وإنما هو كمثل الراحة يرتاحها الإنسان. قال: ما لبثوا غير ساعة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وأننا لم نكذب بالبعث. يعني يزعمون، يريدون أن يلبسوا بأنهم لم يكذبوا بالبعث، لأن الذي هم فيه ما هو إلا ساعة في ظنهم، لأن الإنسان يظن أنه لم يمكث إلا ساعة من نهار كما قال الله عز وجل. قال: كذلك كانوا يؤفكون. والإفك هو الافتراء الباطل والاختلاق المقصود، فهو إنما يريدون أن يعذروا لأنفسهم، فهل يقبل هذا العذر منهم؟ كلا. ويشهد المؤمنون على كلامهم ويسخرون منهم ويقرونهم بالحق، فيقولوا: وقال الذين أوتوا العلم. ما هو العلم الذي أوتوه؟ العلم الذي بيّنه الله في هذه السورة من الآيات البينات والدلائل القاطعات التي ملأت قلوب هؤلاء إيمانا وعلما ويقينا بما أخبر الله تعالى به. قال الله:
وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث، لقد لبثتم في قبوركم بعد موتكم إلى أن بعثكم الله عز وجل بما أخبر الله تعالى، وهو بخبره يقين واقع. فهذا يوم البعث، كأنهم يقرونهم هذا جزاؤكم، هذا يوم جزائكم، ولكنكم كنتم لا تعلمون، أي لا تعلمون حقائق الأمور، لم تقفوا على حقائقها ولم تتبصروا بها فتؤمنوا. وفي هذه الآية يا إخوة دليل على أن كمال الإنسان في أمرين، هو العلم والإيمان. كمال الإنسان الذي يورثه معرفة الحق والتبصر به والعمل به واليقين هو العلم والإيمان. لاحظوا أنه قال أوتوا العلم والإيمان، قدم العلم ليدل على أنه أورثهم الإيمان. فالعلم الحق أيها الإخوة، العلم الحق هو الذي يورثك الإيمان، هو الذي يورثك العبادة، هو الذي يورثك معرفة الله حق معرفته واليقين بما أخبر الله تعالى به والتبصر بحقيقة الحياة والسعي لما يرضي الله عز وجل والنجاة يوم القيامة. قال الله تعالى في حال هؤلاء الكفار وأن هذا التعذر الذي تعذروا لن ينفعهم، قال الله فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، لا يقبل منه عتاب، وإن استعتبوا لا يستعتبون ولا يقبل منهم أن العتاب، يعني لا يقبل منهم أن يقدموا أعذارا، لأنه لو قبل منهم أن يقدموا أعذارا كان ذلك قبولا للعذر. فلا ينفع، لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، يتعذرون لكن من غير إذن، ولا هم يستعتبون، لا يطلب منهم أن العتاب فيقروا ويبينوا أعذارهم في ذلك لئلا يكون لهم في ذلك سبيل أو مطمع، لأنه في الأصل أن الإنسان لا يقبل منه العذر والاعتذار والعتاب أو الاستعتاب إلا حينما يكون له مجال في النجاة والعذر. قال الله عز وجل بعد نهاية الأمر وختام السورة وإقرار الحق، ولقد قال النبي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني قد انتهى الأمر، قد بين لهم الأمر في القرآن الكريم. فهذا القرآن لم يدع شيء، والله لم يدع شيء في البيان. أرأيتم يا إخوان الكرام في هذه السورة كيف ما أمحض لهم النصح في الدعوة وتحقيق الحق وإقرارهم وإلزامهم، ليس بعد هذا إلزام وليس بعد هذا بيان، أن يبين لهم الحق كالشمس في رابعة النهار، لكنهم لا يبصرون، لكنهم عمي لا يبصرون ولا يعلمون. قال الله ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، يعني مهما أتيت به من آية زيادة على ما في القرآن، آية مبصرة، لا ينفع معهم ذلك، فيقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. قال الله كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فإنه إذا كانوا لا يريدون الحق فإن الله يطبع على قلوبهم عياذا بالله. وهذه مصيبة يا أخواني، الإنسان الذي لا يريد الحق ويستكبر عليه حقه من الله أن يطبع عليه عياذا بالله، فلا ينتفع بموعظة ولا ينتفع بتذكير إذا كان معرضا، نسوا الله فنسيهم. فهذه الآية تثبت أنه لن ينفع معهم بيان بعد ذلك، وتيئيس للنبي صلى الله عليه وسلم منهم، يكفي بيانا لهم ما بينه القرآن خير بيان. ثم ختم الله السورة بتطمين رسوله وتأنيسه وتثبيته والمؤمنين معه، قال فاصبر
إن وعد الله حق، اصبر بما على ما كلفك الله به من البلاغ والدين، وأقم دين الله عز وجل وأعرض عن هؤلاء، فإن وعد الله حق. وما هو وعد الله؟ هو نصره وتمكينه، ووعد الله لهؤلاء بالهلاك. وهذه هي الآية السابعة التي تدل على غزوة بدر بنصر الله عز وجل. إذن هي سبع آيات، هذا الذي وقفنا عليه، ولا قد يكون غير ذلك. فاصبر إن وعد الله حق. هذه الآية أيها الإخوة تطلعنا على عاقبة الصبر، أن عاقبة الصبر تحقيق وعد الله عز وجل بالتمكين والتأييد والفتح المبين. والله إن الصبر عظيم أيها الإخوة، فمن صبر ظفر. فالصبر بالصبر واليقين كما قال شيخ الإسلام تنال الإمامة بالدين. جعلناهم أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن أراد أيها الإخوة أن يحقق الله له وعده وتوفيقه وفتحه وتأييده فليصبر على أمر الله، وليستمسك بهذا الدين حق التمسك، ويقوم به حق القيام، ولا يغريه انصراف الناس وتغير أحوالهم وضعفهم وتنازلهم. فإن هذا أيها الإخوة هذا سبيل التمسك والصبر. نحن نرى يا أخوان الآن الناس يضعفون عن الدين ويتنازلون عن شيء من مبادئهم من أجل مصالحهم الدنيوية وبسبب ما فتح الله عليهم، لكن المؤمن الصادق أيها الإخوة ثابت على دينه مستمسك به، لا تغيره الأحوال ولا تغير الناس وعاداتهم. فالإنسان الذي ينظر إلى الناس إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا أساء إن معه، هذا لن يكون على شيء. الذي يكون على شيء أيها الإخوة الثابت الجبل الأشم الذي سيكون مآله صعودا إلى قمة الخير والسعادة والتوفيق والفلاح وتحقيق أمر الله عز وجل بحكمه. ولهذا تجد سبحان الله يا أخواني رأيت سنة من سنن الله في خلقه في الكتاب العظيم، أن من تمسك في الأمر في أساسه كان له فتح مبين. وآيات في هذا كثيرة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وعد أو جزاء. قال الله عز وجل أيضا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. وأيضا قوله تعالى أحسنت، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أحسنت، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهي الصبر أساس يا أخواني، والتقوى يعني كالقاعدة الذي يبنى عليه البناء الكامل الذي فيه خير للإنسان وسعادة وتمكن وفتح من الله. قال الله ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. جميل هذا التعبير، بديع في التعامل مع هؤلاء. كيف يستخفونه؟ باستهزاء والسخرية والإعراض والتهكم. فقد لا يمتلك الإنسان نفسه مع هذه التصرفات فيخف عقله فيغضب ثم يتصرف بما لا يحمد تحمد عقباه. فقال الله عز وجل ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بتصرفاتهم المشينة واستهزائهم واستخفافهم وغير ذلك، بل كن ثابتا قويا رصينا بحكمك وحكمتك. وهذا يا أخواني قاعدة في الإنسان الحكيم القوي لا تحركه العواصف وإن كانت قوية. يعني بعض الناس
ما أن يثار إلا ويغضب ويتلفظ ويلعن ويشتم. أذكر مرة قيل لي أن رجلا ذهب مع إمام المسجد ينصحون إنسانا لا يصلي، فلما طرقوا الباب وخرج عليهم جلس يشتم ويسب عليهم. ذاك الرجل يعني الذي مع الإمام ما صبر، قال يا أخي أنت ما فيك خير، يعني ردة الفعل جعلته يتلفظ بألفاظ خف عقله بها. فهذا التصرف يا إخواني لا يكون من صاحب العقل الرزين والحكمة الواعية، بل ينبغي أن يصبر ويتحمل الضربات حتى وإن كسرته هذه الضربات، فيتحمل هذا الكسر حتى يقوم عوده ويقوى شأنه بإذن الله عز وجل. لا يستخفنك المستهزئون، ولا يستخفنك المكذبون المعرضون، ولا يستخفنك أصحاب الأهواء وغير ذلك. كن ثقيلا في أمرك وعقلك ورشدك وتمسكك بدينك. فالله سبحانه وتعالى ما أبدع من هذه الكلمة حينما يوصي بها نبيه وأولياءه في تصرفهم ومعاملتهم مع أعدائهم الذين يريدون أن يستخفونهم. ولهذا قال الذين لا يوقنون، أي لا يوقنون بوعد الله ولا بجزائه ولا بما عنده. فما أعظم يا أخواني هذه الآية أن نأخذها منهجا لنا في حياتنا بدعوتنا، منهجا حتى في تربيتنا، حتى في تعليمنا، حتى في تعاملنا مع الناس. نصبر ولا يستخفن تصرفات الناس المختلفة التي ربما تخرج الإنسان أحيانا كما يقال عن طوره فيتصرف بما لا يليق. هذه آيات أيها الإخوة بينات عظيمة، وهذه السورة أيها الإخوة ما أعظمها في مثل هذا الزمن الذي نعيشه، وتعطينا قوة بإيماننا بالله عز وجل ويقينا راسخا بوعده. فإنه سبحانه وتعالى قد أكد فيها وعده من أول في أولها وآخره. ففي أولها قال وعد الله لا يخلف الله وعد الله لا يخلف الله وعده، في آخرها قال فاصبر إن وعد الله حق. فعلينا أن نؤمن بوعد الله بالنصر، وعلينا أن نرجع إلى الله حقا وأن نصدقه باليقين والصبر، وأن نقيم أمر الله كما أمرنا بقوله فأقم وجهك للدين القيم. هذا من أعظم ما يوصل الإنسان إلى هذا الوعد الحق والفتح والنصر والتمكين. نسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بنصر قريب للإسلام والمسلمين، وأن يرينا في أعدائه بأسه وأخذه الأليم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.